الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، قال: باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وهذه مسألة مهمة قد يغفل عنها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا دخل في مكان فإنه يسلم، وإذا قام يسلم. فبعض الناس قد يسلم في الدخول ولا يسلم عند القيام. وأيضا هنا مسألة أيضا متعلقة بهذا، أن بعضهم إذا سلم وهو قائم البعض لا يرد عليه السلام، وسننبه على هذه إن شاء الله في آخر هذا الباب. فإذا يستفاد من هذا الباب استحباب السلام، فهو مستحب ومشروع، والدليل على استحبابه الحديث الذي ذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، هذا عند الدخول. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فهذه التسليمة الثانية عند القيام من المكان. فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فإذن هنا يستحب السلام عند الدخول والسلام عند الخروج والقيام. والمجلس يشمل كل مجلس، بل يشمل كل مكان. فلو دخلت البيت، لو دخلت مجلس فيه رجال مجتمعين، لو دخلت المسجد، كل هذا يسمى مجلس، كل هذا يسمى مجلس. فيستحب السلام عند الدخول ويستحب السلام عند الخروج والقيام. وهنا نبه على مسائل. المسألة الأولى أن المسجد يشمله هذا الحكم، فإذا دخل المصلي المسجد فإنه يسلم لأنه مجلس. وأيضا جاء النص فيه صريحا في حديث المسيء في صلاته: دخل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي السلام، ثم صلى، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى آخر الحديث. لكن الشاهد أنه دخل على النبي فسلم وكان في المسجد، فدل على مشروعية السلام عند الدخول إلى المسجد. لأن بعض الإخوة ينكر هذا، يقول: لماذا يسلمون يشوشون علينا؟ ليس في هذا تشويش، حتى ولو كنت تصلي ما في تشويش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وسلم عليه ابن مسعود، ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وإنما أشار له بيده. فإذا كنت في صلاة تشير بيدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عليه باللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الصلاة لا شغلة. ولكن المراد أنك إذا دخلت المسجد أنك تسلم. فالذي يقرأ القرآن أو يصلي إذا توقف من قراءة لا يرد السلام، ما في بأس أن يتأخر قليلا. لكن هل يشرع ولا يشرع؟ نعم يشرع. أيضا عند القيام من المسجد والخروج من المسجد يستحب السلام. فإذا أردت الخروج تقول: السلام عليكم، لدلالة هذا الحديث. فليست الأولى بأحق من الآخرة. ولكن هنا مسألة يعني يقع فيها كثير من المصلين، وهو أنه يسلم إذا أراد القيام لصلاة ركعتين، وهذا خطأ. الذي يريد أن يسلم من أجل هذا الحديث يعني للقيام من المكان إذا أراد الخروج من المسجد. أما أنك جالس هنا ثم تقول: السلام عليكم، ثم تقول تمشي على جنب تصلي ركعتين، لا، ما تحققت السنة. السنة أنك تسلم إذا أردت الخروج والقيام من المكان. أما ما يفعله الناس أنه يقول السلام عليكم ثم يقوم يصلي ركعتين، ما تحققت في ذلك السنة. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا خصوصا في المجالس، أنه إذا سلم عند الانصراف والقيام من المكان، وهذا ملاحظة تلاحظونه،
تجدهم ما يردون السلام غفلة. فإذا قام رجل قال السلام عليكم، شو يقولون للناس؟ وين رايح؟ تو الناس، وينسى أن يرد السلام. ولاحظهم اليوم في المجالس وتجد هذا، ولذلك ينبغي أن نتنبه لهذا، لأن هو سلم الآن وهذا سنة والرد عليه واجب، فليست الأولى بحق من الآخرة، سواء في ابتداء السلام أو في رد أو في رد السلام. ويدل هذا الحديث وبقية الحديث على استحباب إفشاء السلام، استحباب إفشاء السلام وإشهاره بين المسلمين، ولذلك جاءت السنة بأن يسلم في الدخول وفي الخروج. كل هذا من أجل بركة هذا السلام. صلى الله سبحانه وتعالى يعينكم على كل خير ويجنبنا كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.